وللوقوف أكثر على ملف المهجرين والنازحين في العراق وازدواجية السوداني، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا الأستاذ ضياء الشمري. مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله أستاذ ضياء. السوداني تحدث عن حق عودة الفلسطينيين، اليوم لا زال مئات الآلاف من العراقيين يقطنون في مخيمات النزوح ودون مدن تأويهم، كيف تفسر ذلك والفلسطيني من الصعوبة بمكان أن يرجع إلى المدن التي احتلتها إسرائيل، ولكن المناطق التي لا زالت يعني قريبة ربما من حتى مسكن رئيس الوزراء قريبة ممكن أن تعود إليها يعود إليها النازحون، كيف نفهم هذه الصورة المزدوجة؟ يعني أنا ما أفهم شنو التصريح مالته، يعني السيد رئيس الوزراء بهذا التصريح الخطير أنه بعودة اللاجئين وعدم نزوح اللاجئين الفلسطينيين، وفي العراق تجري نفس العملية بصيغة أخرى، هناك دولة محتلة تقوم بالتهجير وقمع الفلسطينيين، وهنا نفس الشكل، يعني بنفس الحالة، يعني ما تختلف الحالة عن حالة الفلسطينيين، هنا يتم تهجير العراقيين من قبل الميليشيات والاستيلاء على أراضيهم وعلى ممتلكاتهم. يعني كيف يكون مصداقيته أمام العالم بهذه ازدواجية المعايير؟ هل من المعقول هو لا يفهم أو لا يعي ماذا يحدث في العراق وهو رئيس وزراء العراق؟ أنا أتوقع لا، هو يعلم جيدا ولكن غير قادر على حل هذه المشكلة، لأن الذي يسيطر على الحكومة العراقية وعلى القرار السياسي في الحكومة العراقية هي الميليشيات، والميليشيات احنا نعلم الميليشيات مدعومة من جهات أجنبية قصد إيران، وهذه الجهات هي تعبث بالبلاد بما تريد، يعني احتلال أيضا مقابلا إلى 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 تهجير المواطنين العراقيين من بلدانهم من سكنهم والاستيلاء على أملاكهم، وحدث هذا في كل مناطق العراق، وهو يقول يطالب بحق الفلسطينيين، ومن حقه طبعا يطالب بحق الفلسطينيين، ولكن أبناء شعبك كيف تقول، يعني كيف تكون مصداقيتك أمام العالم وأمام الرأي العالمي؟ يعني كيف تكون هذه المصداقية إذا أنت عندك وعدك إدانات من نفس الجهات الرسمية التي تدين إسرائيل بالانتقام من الشعب الفلسطيني، وأنت أيضا ونفس الجهات الرسمية والمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية والدولية تدين الحكومة مالتك بهذه الإجراءات القمعية ضد الشعب العراقي؟ طيب، منظمة الهجرة الدولية تقول أن هناك أكثر من 1,100,000 نازح في العراق رغم مرور أكثر من 7 سنوات على انتهاء المعارك وانتهاء المعارك والعمليات العسكرية في المحافظات المنكوبة. لماذا تواصل السلطات تجاهل هذا الملف، وخصوصا تم تخصيص أموال كثيرة لبناء المناطق المدمرة ولكن لم يعودوا إلى مناطقهم؟ أولا يعني هذه الأموال الذي هدرت من الحكومة العراقية ومن الدول التي أعطت مساعدات للحكومة العراقية ذهبت أو هدرت إلى صالح الميليشيات وإلى المتنفذين في الحكومة العراقية، والمتنفذين في الحكومة العراقية هي هذه الأحزاب الطائفية الموجودة في العراق بغض النظر عن اتجاههم المذهبي. نعم. كلهم طائفيين وكلهم سراق، وهذا قاعد نقرأ في جميع الصحف وفي جميع البيانات من الحكومة العراقية أنه الكل متهمين. الإعمار لحد الآن لم يتم بهذه المناطق ولا أعادوا المناطق، ومن ضمنها الموصل، يعني لحد الآن الأنقاض بالموصل والجثث موجودة تحت هذه الأنقاض لحد هذه اللحظة، ولا الحكومة العراقية لا تحرك ساكن بهذه المناطق، بالعكس يعني هي تبدأ بالاستيلاء على الأراضي أو على البيوت التي دمرت من قبل المواطنين، وهذه العملية موجودة باستمرار من الحكومة العراقية. نعم. إذن هنالك برنامج سياسي معين بتهجير المناطق الساكنين الأصليين العراقيين الذين يسكنون في هذه المناطق وتبديلهم بمجموعات أخرى من مناطق أخرى في العراق، وحتى من إيران أو حتى من تركيا دخلوا إلى العراق وحصلوا على الجنسية العراقية بطريقة غير شرعية، وهذا ما يحدث بالعراق.
يعني هنالك فوضى في هذه العملية. إذن هو الهدف الأساس من العمليات العسكرية وحتى تسهيل دخول داعش إلى هذه المحافظات هو من أجل تهجير المواطنين وجعلهم نازحين، بالتالي ليس في الخطة أيضا أو أصلا أن يعودوا إلى مناطقهم التي هجروا منها. بالتأكيد هي هذه العملية التي بدأت، وهو إحنا نعرف أنه اللي دخلت بحجة الدولة الإسلامية أو بحجة داعش هم، واعترفت كثير من الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، قالت هؤلاء من صنيعتنا، يعني هذه حقائق وكتبت هذه الحقائق. ولكن هل الحكومة العراقية أنه أنت مواطنيكم العراقيين وأتيتم من أجل خدمة العراق، وخدمة العراق هو بتدمير المناطق وتهجير المناطق؟ يعني التبديل الديموغرافي حدث في ديالى وقاعد يحدث الآن في الموصل، هذا تبديل ديموغرافي أخي، من يجيب من مناطق غير السكنة الأهليين وتسكن في هذه المناطق، حتى في الموصل، حتى يعني نسبة الذين هاجروا من المسيحيين في الموصل تقريبا إلى 70% هاجروا من المسيحيين الموجودين، وهذه الهجرة المسيحيين الموجودين أعادوا وسكنوا بها مناطق أخرى في العراق وفي شمال العراق. إذن تهجيرا قصري، وهذا التهجير القصري متقصد ومتعمد، وهي هذه الخطة لتبديل الديموغرافي الموجود في المنطقة. هنا بعد التهجير وزارة الهجرة والمهجرين تعلن إغلاق 144 مخيم من أصل 170. طيب هم هجروا إلى هذه الأعداد الكبيرة من المخيمات، ولكن يعني ما مصير هؤلاء النازحين في ظل عدم توفير الظروف المناسبة ولا تهيئة المناطق ولا المنازل لعودتهم؟ فبالتالي لا مخيمات تؤويهم ولا مناطق تم تهيئتها لإرجاعهم. حقيقة هي هذه المشكلة، احنا نبهنا عليها، يعني المنظمات الحقوقية نبهت الحكومة العراقية بهذا السبب، أي المفروض تهيئ هذه المناطق وإعمار هذه المناطق وإعادة أهاليها إلى هذه المناطق، لكن الحكومة العراقية تريد أن تغلق هذا الشيء وتفتح مجال، يعني أنه هذا الشخص من يطلع لا يوجد الوسائل للعيش في هذه الأماكن، لا توجد بناية، لا يوجد أي شيء، مؤسسات، يعني لا توجد، كل شيء لا يوجد. وبالإضافة إلى هذا أغلبهم أخي لا يحملون الوثائق، لأنه فقد الوثائق مالتهم في حالة التهجير من مناطقهم، فقطوا الوثائق الرسمية. إذن أين يذهب هذا؟ حتى وثيقة رسمية من العمل أو الدراسة أو يعيش. ولكن أستاذ ضياء، هم ليسوا 10 أو 120، هم مليون و170 ألف، يعني مليون شخص يعني لا يمتلكون الوثائق وليس بإمكانهم العودة، بالتالي ما الذي يرسم لهم ولمصيرهم؟ هي هذه العملية التي تبدأ بها الحكومة العراقية، وهي ولو لا توجد حكومة عراقية بالصيغة الصحيحة، يعني هم فقط مناصب يستلميها كوزارات أو كرئيس وزراء ورئيس الجمهورية، هي هذه مناصب، ولكن على أرض الواقع هم لا يحكمون العراق. من يحكم العراق هي الميليشيات، والميليشيات تتحكم بها جهات أجنبية، وهذه الجهات الأجنبية هي تريد البلبلة في العراق. رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا الأستاذ ضياء الشملي، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذه المداخلة.